قدام كنشوف هنا ونشوف هنا. كاين الاخوان لاباس عليكم، ورد يومين ما كنت مشغول، كنت مشغول على الاخوان داكشي علاش ما قدرتش ندير فيديوهات. كي داير الاحوال ديالكم؟ لاباس هانيين. كيما خليت في الشورت قلت لكم راه نهضر اليوم على في الفيديو ديال اليوم راه نهضر على الزياره او السفر او الفاكونس ديال الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز للمغرب. كما كتعرفوا الاخوان اللي كيتبعوا، المهم كاين اللي كيشوف على الصور وكاين اللي كيشوف على الفيديوهات ولكن ما كيشوفش شنو كيكتبوا داك الشيء. الصحافه اش كيكتبوا؟ انا في اسبانيا ناضت الروينه، ناضت هنا ليش؟ انا الاخوان هذا غادي نقلبكم ونكمل الفيديو ونشرح لكم كيفاش وسائل الاعلام هنا كيفاش كتخدم. وسائل الاعلام هنا راه عالم اخر الاخوان. انا هذا اول حاجه، المهم اول حاجه نخلي وسائل الاعلام حتى من بعد. نهضر لكم على بعض الاحزاب خصوصا داك الحزب العنصري اللي كيتسماش، اللي غاديش ما كنسميهش انا هذوك. علاش علاش هذاك رد الفعل ديالهم كان هكاك؟ حيت هو راه كيصيفط لهم واحد الميساج، هو بديك الزياره ديالو وداك الفاكونس ديالو في المغرب راه كيصيفط لهم ميساج تيقول لهم هانتوما راه انا اللي غادي نكون رئيس ديال اسبانيا في سبتمبر، ولا ما عرفتش بالضبط فوقاش غيكون. عاد تبدا التفاوض، عاد كما كتعرفوا الاخوان النتائج ديال الانتخابات في اسبانيا كانت شنو غريبه وكانت صعب. حتى حزب ما عندو الاغلبيه الساحقه، المهم الحزب اليميني ربح، ولكن داكشي اللي ربح دوك الاصوات اللي دا المقاعد اللي دا في البرلمان ما كتمكنلوش باش يشكل حكومه في اسبانيا، هذا المشكل. والحزب الاشتراكي حتى هو ما كاين هذوك المقاعد اللي دا ما كتمكنلوش انه يشكل حكومه. ما عدا الا كان التحالفات، الحزب اليميني عنده العنصريين هذوك 100% غادي يتحالف معاهم، والحزب الشعبي غادي يتحالف اما مع حزب الاشتراكي اللي دابا اللي كاين في الحكم، هذا كيتحالف اما مع الجمهوريين الكاتالانيين او الباسك، هذا دائما كيتحالف معاهم. داكشي علاش هذا الميساج هو كاين جوج رساله باغي يوصل، رساله وصلها دابا الرئيس الاسباني بهذا السفر ديالو للمغرب، غيوصل جوج رسائل، رساله للمغرب ورساله للاعداء ديالو في ليزادفيرسير ديالو، الاعداء ديالو السياسيين، الاحزاب السياسيه هنا في اسبانيا المنافسين ديالو. المغرب هذا تيقول لك انا، المهم انا علاقتي بالمغرب جيده، انا علاقتي طيبه، داكشي علاش شوف انا جيت عندكم زياره، الضيف عندكم هو السائح، راه تيكون واخا تيكون سائح كيمشي بفلوس كيقطع طياره وتيخسر فلوس ديك البلاد اللي كيمشي، ولكن راه ما نساوش راه كيكون ضيف. ضيف ملي كتدخل حتى لواحد البلاد واخا سياحه 3 ايام ولا 4 ايام راه خصك تحترم ديك البلاد، القوانين ديال البلاد، الاعراف ديال ديك البلاد، هما غير من هاد الشيء. يعني تيقول لهم شو انا جيت ضيف عندكم، يعني برهان على ان العلاقه الاسبانيه المغربيه علاقه، وهي فعلا علاقات عمليا، العلاقات المغربيه الاسبانيه جيده رغم القيل والقال، رغم هذاك الهستيريا ديال دوك الحزب العنصري، رغم وسائل الاعلام اللي وسائل الاعلام علاش كدير داك الشيء؟ حيت في صالحها، كيقلبوا على الاودينس، كيقلبوا على المشاهدات، داك الشيء راه كل شيء كتكون مبالغه، كتكون كيقلبوا على هذوك، كيقلبوا على الفلوس، هذوك فيهم جوج. هذا هو كما قلت لكم كيصيفط رساله للمغرب ورساله للخصوم ديالو، الاحزاب الخصوم ديالو هنا في اسبانيا، تيقول لهم ها انتم شوفوا راه القضيه ما نخليها لكمش ساهله، راه ما تكون ساهله نهار يوم تشكيل الحكومه، راه ما نتنازلش، راه ما نتنازلش، انا غادي نتقاتل. يعني جوج رسائل مهمه، داك الشيء علاش كانت تصريحات ديال الاحزاب هنا في اسبانيا كانوا منيرفيين. او واش نقول لكم، بنادم تيكون منيرفي ومن تيكون طالب الدم ومن تيكون صافي كما كيقولوا هنا بيردان لوس بابيليس كما تيقولوا الاسبانيون، يعني صافي كيبقى يقول نابور اي حاجه تيقولها، تيخسر هضرات هادي، تيبارو في الهضرات، راه مع الناصيه راه جيتي انت في الاصل هو راه اي شخص كان سواء كنتي رئيس ولا وزير ولا برلماني عندك حق دوز العطله ديالك، واخا انت مسؤول على دوله، واخا انت رئيس، الملوك ديال العالم كلهم كيسافروا لدول اخرى، وتا واحد ما كيهضر شي. ها هي دابا الوقت بالضبط، شتو الاخوان، دابا الوقت بالضبط، الوقت قريب اللي تشكيل الحكومه، كلشي منيربي، اللي ربح واللي خسر كلشي منيربي، واي حاجه درتيها هنا كيحسبوها عليك، هنا لبستي عال لبس شي لبسه في شكل راه يهضروا عليك، ها ما
ماشي سهله. هنا رئيس ولا وزير ولا برلماني، الخطوات كاع اللي كيديرها محسوبه ومعروفه وتابعين اصحاب الحال الصحافه. هنا كما نعاود نقول لكم الاخوان، مسؤول هنا عمومي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي الاخوان، راه فاشكي جاي في الطوموبيل كنصور، ما عرفتش شنو وقع، بركت على شي حاجه في بورطابل وحبس لي التصوير. ملي تنديرها كنقلب كنلقى ما كاين لا تصوير لا ولا حبس، ما بقاش يصور. المهم باش سيري، باش وليت عاود شفت الفيديو، كنت كنهضر على الفكره ديال الصحافه، علاقه الصحافه بهذا الشيء كاع ديال الزياره ديال سانشيز، وعلاقتها ثاني بداخل اسبانيا، التاثير في الناخبين. كما قالت الاخوان، الصحافه علاش كاين واحد النوع ديال واحد الجروب ديال الصحافه اللي كانوا هاجموا الرئيس الاسباني اللي كان في المغرب، ما عرفتش واش باقي في المغرب ولا جا. علاش؟ حيت كاين هنايا كل الايديولوجيات. شنو هي الايديولوجيه؟ هي مثلا الاشتراكيه، اليمينيه، الليبراليه، العنصريون، هادشي هادو كلهم ايديولوجيات. كل ايديولوجيه عندها الاحزاب، عندها وسائل الاعلام اللي تابعه لها، كل لوبيات هما لوبيات، وسائل الاعلام اللي كدافع على مصالح ديالها. على ذاك النوع ديال الحزب، واش اشتراكي، واش يميني، واش يمين متطرف. لهذا ملي تشوفوا واحد النوع ديال الصحافه خدام كيهاجموا هجومه على واحد الشخصيه سياسيه، عارف راها الخصم ديال الخصم، راها الخصم. ملي كيكون مثلا حزب اشتراكي، طبيعه الحال هو عنده الصحافه ديالو اللي كدافع، اللي كدافع الايديولوجيه ديالو، وكيكون داك الشيء الصحافه كيكون عندها تاثير، كتكون تاثير في الناخبين اللي كيمشيو يصوتوا في الانتخابات، وكيكون تاثير في الراي العام بصفه عامه، وكيكون تاثير بعض المرات حتى في اتخاذ القرارات السياسيه. داك الشيء ماشي سهل، حيت كون حتى اليمينيه ثاني هذا الاحزاب اللي كدافع عليها، حتى العنصريون هذا الاحزاب اللي كيدافعوا عليهم، راه ماشي كيكون داك الشيء مدروس، وغادي داك الشيء بخطوات متوازنه ما بين الاحزاب السياسيه والصحافه، مرتبطا هنا الصحافه اللي قالوا هي السلطه الرابعه ولا ما عرف السلطه الخامسه ولا شنو يقولوا، راها بصح الصحافه هنا راها خطيره. كما الفكره اللي كنت كنقول، راه الخطوات ديال السياسيين، وزراء، برلمانيين، رئيس الحكومه ورئيس البرلمان كتكون محسوبه ومراقبه. الخطوات ديالو راه لابس عسر والكحل نسر عقاب ثمن، وما نهضروش حياته الشخصيه، هذيك حاجه اخرى، هذيك راه ما طلق مثلا ولا تزوج ولا هذه ولا حصل مراته ولا الاخر، وي وي وي، هذيك كاين برامج خاصه بهذا الشيء بالفضائح. والفضائح هنا راه ما كاينش. الغرب الصحافه عندها واحد الدور كبير، وهذا الاخوان هذه هي الفكره اللي كنت قلت، كنت هضرت على الزياره ديال، المهم السفر ديال الرئيس الاسباني للمغرب. علاش؟ شنو الرسائل اللي كان وجهها للمغرب، ووجهها الخصم ديالو الاحزاب السياسيه ديالهم هنا، وتاثير على داك الشيء، والدور ديال الصحافه، كيفاش الصحافه تناولت هذا السفر، رغم انه كان سفر زعما، واخا كان سفر سميه كيما بغيتي، سفر ولا فاكونس ولا عطله ولا، المهم كان سفر، ولكن كان رد الفعل بعض الاحيان كان عنيف وقوي، وكانت تصريحات اللي لا محل من الاعراب، اللي كتجاوز الاعراف وكتجاوز الدبلوماسيه. هذا كيبين على ضعف خصوصا عند العنصريين، ضعف والحين كالدبلوماسيين اللي كيفتقروا لها، وغالبا تيخاطبوا العاطفه وما تيخاطبوش العقل. وملي كتكون كتخاطب العاطفه، وي تما المشكل، تما فين كيكون القضيه حامضه. هو هذا الاخوان، هو كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى الفكره ديالي تكون وصلتكم. هذا كان الراي ديالي والقراءه ديالي لهذا الشيء كامل، انطلاقا من التجربه ديالي هنايا، انطلاقا من داك الشيء اللي كنشوف في وسائل الاعلام. حيت كان بطبيعه الحال انا كنشاهد كنتبع هذا الشيء اللي عايش هنا، ولكن كنتبع هذا الشيء اللي كاين هنا اللي كيدوز في المجال السياسي، حيت ما يمكنش تبقى غافل وبحال راك انت ما كاينش هنايا. تهلاو في راسكم، شكرا لكم، والله يعاونكم. وهنا غادي